يقول لونها ازرق وان بغيتوها شعر، في زراقة رفعها مات وضمى، يسقي اللي يكرهونه من بحر ويرفع اللي يعشقونه للسماء. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب. تأسس الهلال عام 1957، حقق الجماهير 57 بطولة، وفي أندية اتأسست قبل الهلال بكثير بس ما وصلت المجدة. نادي البطولات فرفعت يدي موافق، وقالوا فريق النجوم فأشرت براسي صحيح، قالوا نادي القرن قلت نعم، فسألوني باستغراب هل أنت دائما هكذا موافق، قلت في حالات واستثناءات. هذا الكيان انبنى على ثقافة تورثها الأجيال، كيان خط تاريخه بالذهب، وباختصار هذا هو الهلال. اللي هلالية وأبوها هلالي من حقها لو كانت ترفع مهرها. في القانون الهلالي لا سقف للطموح، بطولتان تتحقق وبطولتان تضيع، وعندما يغضب المدرج يستقيل الرئيس. احنا في السعودية موسمنا الرياضي كله 4 منافسات، السوبر، الدوري، كاس ولي العهد وكاس الملك. الهلال ماخذ نص البطولات السنة هذه. لو رجعنا للبطولات اللي خسرها الهلال، احنا ما غضبنا لاننا رفضنا الخسارة، بس احنا نشوف انه احنا احق فيها من غيرنا. خسرناها لاننا فقدنا الجدية في المباريات الاقل مننا. ما يجري خارج الملعب وداخل الملعب بالاثر اللي احنا قاعدين نشوفه، وضع لا يعني لا يمكن الصمت او السكوت عنه. غريبة جدا، كورة غريبة جدا، لا تقول لي نهائي ولا أعصاب ولا توتر. يا أخي ما كل الناس لعبت نهائيات، أنت مدعوم بالسبع. أضرب الكورة، أضرب جول. لا لا لا، ركنية غريبة وعجيبة، ركنية غريبة. أنا حمل اللاعبين في كذا مباراة، لاعبين ما في تركيز يا أخي قدام المرمى. إذا يعني أحيانا الكورة اللي يحتاج فيها الواحد يا أخي، حتى مدرب الفريق اشتكى من الأنانية، والكورة اللي يحتاج فيها أنك تسجل أو كذا يحاولون يلعبونها. يعني أنا ما أعرف هذول اللاعبين المدربين، هذا كيان المفروض يحترمونه ويقدمون كل ما عندهم. مش منطق، لا مش منطق، مش منطق. مالهم مال الأقدام مكبلة، مالهم مال الأقدام محيدة، مالهم الأقدام مقيدة، فحرروها. هو امتداد ل4 سنوات. الهلال زي ما قلت لك يا أبو بدر، يخسر الدوري، الهلال يخسر آسيا، الهلال يعبث بتاريخه، يعبث بمكتسباته، الهلال يخسر كل شيء بأيدي الهلاليين في نهاية الأمر. هو الهدف يضيع، مش ممكن، مش ممكن ومش معقول. يلا 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 يا سيزيكو، يا رب لا عاد بعد هذه خلاص. في كرة كونتر اتاك مرتدة الآن لمصلحة الهلال على جهة اليمين، يتقدم الحارثي، الحارثي ما زالت الكرة معه، أعطى الكرة لمحمد رامي، نامي وصل فيها للمحياني والثريان. ضياع فرص لا تصدق، استهتار وطول أمل حتى نستشعر بالخطر، وبعدين نبدأ ننتظر إيش رح يغير القدر، وبعدين تطير البطولة. البطولات ما رح تجي إلا لما نعتبر أنه كل مباراة هي نهائي، وكل فرصة هي كنز. ما تجي بدون هدف، ولا تجي بدون وعي، ولا تجي باستهتار، ما تجي بهوان، ولا تجي بضعف. 5 سنين معقول أغلاط مدرب؟ أغلاط مدرب؟ ما في أي مرجلة في الملعب يا رجل، ما في أي مرجلة. ودى للمجد أن يعود، لابد.